بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب الحكم العطائية للشيخ تقي الدين أحمد بن عطيل السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: لا تطالب ربك بتأخر مطلبك ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك. دي نقطة أدب الدعاء بقى. في ناس كتير اللي ما يعرفوش ربهم معرفة خاصة هي معرفة الولاية، لأن معرفة الولاية دي معرفة خاصة. إنما اللي ما يعرفش ربنا معرفة الخصوص، مش معنى مش مسلم، مسلم برضه كل حاجة، بس يعني هي ما تعلمش الأدب مع الله، لكنه مسلم يمكن يبقى من أهل الجنة، برضه من عوام أهل الجنة تمشي. لكن هو عايز يعلمك إزاي تبقى من أهل الخصوص عارف بربك. فأنت ما تطالبش ربك بتأخر مطلبك، يعني ما تقولش يا رب أنت ليه ما استجبتليش، حتى ولو هو قلبك تسأل نفسك السؤال ده. طالب نفسك بتأخر أدبك، اعرف أنك أنت اللي أدبك اللي أخرك، قلة أدبك اللي أخرتك. لكن لو أنت تأدبت ما تأخر لك طلب. ومن أدب الدعاء ألا تستعجل الإجابة. من أدب الدعاء إنك تسلم الأمر لله بحكمته، يختار الوقت المناسب، مش كده برضو؟ ده من أدب الدعاء. فطالما الوقت ما جاش مناسب وانت لسه شايف ان الوقت المناسب جاء وربنا اتأخر، اعرف انك انت اللي أسأت الأدب، لأنك انت طلبت أوان شيء قبل أوانه. فهمت ازاي؟ وده ما ينفعش. وعلشان كده بيقول له ايه: لا تطالب ربك بتأخر مطلبك ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك. أنت اللي مش مؤدب مع الله، أنت مش عارف تسأله السؤال الذي يليق به. فهمت بقى؟ فيبقى الواحد يبقى إيه؟ يعرف عنده حسن الظن بالله. تملي يدعي وما يستعجلش. ليه ما بيستعجلش؟ لأنه حسن الظن بالله، مسلم أمره لله، مفوض أمره إلى الله، ليس له اختيار مع ربه، هو عبد الله وليس مالك لنفسه. والعبد ليس له اختيار مع سيده. فاللي يستحقولك هو الخير، واللي يغلقه عنك هو الشر. فتحمد ربك. فهمت على كل حال. هذه بقى المعلومة دي لو عرفتها النهاردة انتقلت إلى باب كبير من أبواب الولاية، محروم منه كثير من الناس. واخد بالك؟ فدي مهمة أو الحكاية دي في الأدب مع الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب مع الله. وده بس يا طيب. أنا في الله. صلى الله عليه وسلم.